إذن في المياه الآن تدخل تخرج من الطريق الرئيسية وتدخل وتغمر البساتين. انظر مياه غزيرة جدا يوم 26/11/2014. الآن البساتين مغمورة بالمياه، الشجر تبارك الله غرق بالماء. هادي أقفين أغبالو بزو، هذا ما مظنش من دوزو، وين ندوزو غير وين نمشيو غير الحوانت باش نتقداو شي حاجة، ما تليناش لقينا الطريق منين ندوزو. هانت تبارك الله كمية المياه، هذه الزنقة العادية ديال أقفين. المياه اللي نازلة تبارك الله ما شاء الله، كمية المياه اللي نازلة على الواد هنايا، هي منطقة خطيرة جدا. بساتين غمرت المياه، جرادي العراسي كلهم عمرو بالماء، طريقة هي كاملة عمرة بالماء. هذا تبارك الله المياه، حركة المياه قوية جدا. السيارة هي جاية، واحد السيارة هي غتبين لنا الحجم ديال الغارق. هادي راه دازت اظنها مرت. هل المياه تبارك الله، السيارة تجي فوق الوسط الماء. الدار هاد السيد اللي بناها، الدار هادي أظن خصو من الآن يفكر كيفاش يحل هاد المشكل ديال الماء، لأن المشكل خطير جدا. السيارة باش يدير المياه دابا وتالين واصله لي انايا. ملتقي عبد الجليل صاحب هذا الفيديو، دابا مغامرين وسط هذا الماء هذا باش نبينوا لكم غزارة المياه والقوة ديالها وين واصلة، باش الناس اللي كيصاوبوا في الطريق هادي راه خدامين كيصاوبوا بها ياخذوا بعين الاعتبار هذا المعطى هذا ديال هاد الطريق هادي في الأرض. قالبي ما وصل حتى حاجة، ها هو ديال مزيانة هنا بيوت الزرقاء. ديك العريسة اللي حدا طالبي كيدخل منها الماء بزاف، تقريبا شحال ديال المياه كتدخل حدا طالبي حدا الكراج ديال طالبي. هاف ها
المية تبارك الله كثيرة بزاف. السيبوني دادا الله يبن عرفك الدبابولو. دابا غنتحدثو مع واحد الشخص من البلاد. سي مولود كي داير نعمت؟ انت بخير؟ لاباس عليك؟ كي داير الاحوال؟ هاد الامطار الخير اش كتقول بها نعمت؟ الحمد لله صراحة الحمد لله. السنة هذه ما شفنا بحال هاد الخير. تبارك الله. كنظن تطرق لي مقطوعة يمكن داك. لا مقطوعة. ها؟ مقطوعة باينة. إذا ندوزو غير من هنا يمكن. أنا ما قدرتش نوصل لتما. لا اله الا الله. عرفتي الله يستر. امين. يسلم لك. سير الله. سير الله. ما قدرناش نغامرو. لا. إذا هنا طلعنا من واحد البلاصة واحد الشعبة باش إن شاء الله نصوروا هاد الشيء هذا الأمطار الخير. تبارك الله السي طالبي. وكي داير نعمس؟ الله يحفظك. تعالى سجلني نزور البيت عندك. وتعالى سجلني تعالى. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الله نشوف هذيك البلاصه اللي دي. تبارك الله. إذا حنا دزنا من واحد الممر آخر تفادينا هذيك الأماكن الغارقة. دابا السي مولود كيفاش دابا هاد الناس دابا اللي كيصاوبوا هاد الطريق دابا باش هادي فرصة؟ هاد الناس تيخدموا بلا عقل هاد الناس هادو. هذا ممر مائي هذا هو. هادي شعبة تجي من قديم هادي ياك. هاد الشعبة قديمة من بكري ياك. من بكري. والناس دابا عارفينها وسكتوا عليها. دابا هي صلحت الأمور نتاعها. إذا دابا إلا بغاو يصوبوا الطريق هادي هي الفرصة. يعاودوا يقراوا أوراقهم من جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم. تماما. حنا ما عندناش في الهندسة ولكن عندنا عقلنا باش خدامين. تماما. وحنا ولاد البلاد كنعرفوا المنطقة كيفاش دايرة. المناطق اللي كيكون فيها الماء واللي ما كيكونش فيها الماء. تماما. هاد الشعبة هادي راه من قديم وهي كتكون بحال هكذا. وهاد الناس هما تجاوزوها ما داروا لا قدوس لا والو. بالضبط هاد الشعبة. وهاد الشيء اللي غادي ينتظرهم إن شاء الله منا لقدام. إلا ما عاودوش راجعوا المحتوى. الأوراق ديالهم بطبيعة الحال. دابا هادي جات بالضبط في أكافين. نعمس هاد الشعبة هاد البلاصة بالضبط اشنو سميتها؟ هادي كتسمى الشعبة ديال تاع الشو. تهبط من تاع الشو وكتختار تاع الجنانات وكتم غادي هكذا مع الشارع على طول. شو تبارك الله. إذا هاد المكامل جاي من هاد البلاصة هادي؟ راه جاية من تاع الشو هادي. دابا هادي راه كتمشي 500 متر حتى تلقى البلاصة اللي محذورة اللي كطيح فيها وكتمشي مع الجنانات. تبارك الله. وراه الماء غزيرة. نعمس. وصعيبة. يعني صعيب باش يدوز بنادم على رجليه تنظن. ها؟ واللي عارف منين يدوز يقدر يدوز، اللي ما عارفش. صعيبة بزاف هادي ها؟ إذا هاد المياه كاملة كتجي من هاد الشعبة هادي، حنا غنصوروها لكم. أنا غادي نغامر، غادي نغامر وغادي ندوز. ها؟ غادي نغامر وغادي ندوز ولكن صعيبة الصراحة. صعيبة صعيبة صراحة. بغيت ندوز ولكن صعيبة بزاف باش يدوز بنادم. صعيبة بزاف حيت الماء كتير بزاف وقوي. تيار قوي بزاف. نعم هنا هي. منين ندوزو؟ ندوزو. عتشدني سميتك شوف عتشدني بعدا ندوز انا فهمتيني. غدوز غدوز. اذا السي مولود دابا غادي يغامر وغادي يحيد الصباط وغادي يغامر ويدوز ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا وياك على بركه. انا وياك الا مجينا بجوج ما غاديش نطيحو ان شاء الله. انا ما عندك ما يزرونيش.
ديام زيني فول غير خطوة بخطوة زيني خطوة بخطوة غادي يكون الله خير ان شاء الله خطوة بخطوة بالقاعدة بالقاعدة خطوة بخطوة ما تهز رجليك ما تهزش بزاف رجليك ما تهزش بزاف رجليك ما تهزش بزاف رجليك حنا دابا مغامرين وقاطعين صعيبة شوية ولكن الحمد لله لقيت ما مولود لازم نصورك الحمد لله على كل حال سير على بركة الله سي مولود إذن فاعتبرون إذن الطريق يلاه كيصاوبوا فيها دابا وهذه الفرصة فين غيعرفوا بأن هذه الخدمة اللي داروا ما خدامة حتى شي حاجة ما خدامة لوالو يعني شوف الحركات الكيزين ديال الماء شحال داخل الماء تقريبا غادي يكون داخل الماء القنطرات تقريبا واحد لو ان ديزيام ولا لو ان ويتيام والو وشي كثير يعني بقى داز على برا واش هذه القنطره اللي غادي اذا هذه القنطره اللي قال لك السيد المهندس راه دارها باش يصاوب لنا الطريق ديال اغبالو هذه راه ديال الطريق 307 قال لك اللي كتربط ما بين واد العبيد حتى الورزازات طريق 307 اللي كتربط ما بين واد العبيد حتى الورزازات واد العبيد حتى الورزازات نعم اذا نشوف القواد فين ولاو وشوف الماء فين فايض يعني هاد الناس هادو راه غير خربطو يعني ما كاين حتى حاجه وهادشي دابا اللي هابط هادشي راه غير ديال دوك الشعاب اللي ماش السد اما كون هبط السد كون ما كانش السد كانت فيه خير كثير يعني كون ما هبطش كون علم الله مني غادي يدوز هاد الماء هذا اليوم اذا السد لعب واحد الدور لعب دور مهم في التخليص ديال الكميه ديال الماء اللي هاودا دابا دابا هادو غير بعض الشعاب اللي ما حاكمهمش السد يعني شوف دابا القنطره قداش قداش القنطره اللي بغات تدوز الماء يعني ديما الطريق غادي نحسبها ديما مقطوعه ديما الطريق غادي نحسبها مقطوعه فين ما كانت فين ما كانت الشتا دابا ولا التهطلات المطريه غادي نحسبها الطريق بانه راه تحويل الاتجاه غير ممكن باش تبدل شي طريق اخرى يعني اللي حصل هنا خصو يعاود يرجع حتى للقلعه ولا يشوف منين يدوز انا باغي كتشوفوا القوه ديال المياه القوه ديال المياه يعني ما يمكنش شي واحد يدوز لا على رجلي ولا على السياره ولا اي حاجه وشوف حتى الحجم ديال الصبيب اللي مدخله القنطره الحجم ديال الصبيب اللي مدخله يعني الشيء اللي كثير بقى على برا يعني المياه داك الشيء اللي كثير بقى على برا يعني دوك الطريق هذه خصها تقريبا واحد 24 ساعه غادي يمكن تفتح فيه وجه العموم على الاقل الا زقات الشتاء ولا كانت تدخلات في محله بارك الله القويت زاد اللي داروا ها هما فين ولاو معزولين في واحد البليصه وشو الماء يغمرهم من كل الجوانب من جميع الجوانب الماء يسبق منهم يعني ما صار هذا القنطره حتى الحاجه والو ما صار حتى الحاجه وهذه ها لي زونجا ها الالات باش يخدموا هاد الناس يعني شي حاجه ما ها الالات ها هما ديالهم اللي خدامين بهم يعني ما كاين حتى حاجه هذا نعم التوقف ديال السياره فين بقاو واقفين السيارات راه من الجهه الاخرى مقطوعين ما كاينش منين يدوز شي واحد ما كاين حتى شي ما كاينش شي مكان منين يدوز منه والو شويه ارفع شويه ارفع شويه ارفع غادي ينزل هذا الشيء غادي ينزل غادي نبدا هذا الشيء حنا هذا الفيديو صورناه مساعدة هاد الناس كنساعدوهم بهذا الفيديو هذا وتنبهوا حتى الناس المسؤولين الناس المسؤولين
باش يشوفوا هاد الطريقه هادي راه هاد الخدمه اللي كيديروا راه ما خدامه حتى الحاجه والو. اعاده النظر جميع الطريقه اللي كيخدموا بها خصهم يعاودوا بها النظر، لان هاد الشتا هادي جات فرصه باش كتبين لهم فين عندهم الخلل. وحنا بالنسبه لينا راه ما يمكنش تسكتوا على هاد الشيء، ما يمكنش تسكتوا عليه بتاتا. الا ما عاودوش الخدمه صوبوا الطريق على حقها وطريقها راه ما يمكنش نسكتوا. حنا كمجتمع مدني غادي نوقفوا سدا مانعا حتى تصاوب الطريق مزيان. وهذا خير شاهد. وهذا خير شاهد. حنا ما تنهضروش على فراغ، تنهضروا من وقائع محققه. وقائع. حنا ولاد البلاد وكنعرفوا الماء اش تيدير في هذه البلاد. وهذه حقائق ما يمكنش نغطيوها. ما يمكنش نغطيوها. يعني نشوف الماء من ركبتها شنو هو. شوف الحجم ديال الماء شحال خذا. شوف شو كويس. هذاك السد دابا صاحبي العالم الله الما فين غادي يوصل؟ كل ما الدوار مشى، كل ما السد ايزر زقا، كرة الما ما عرفتش فين غادي يوصل، كرة غرقنا كاملين في الدوار هذا. إذا حنا كنشدوا من هذا الباب الناس المسؤولين، الجهات المسؤولة، الناس المسؤولين على الطريق، إعادة النظر في العمل ديالهم، طريقة الاشتغال ديالهم، هذا الشيء راه ما خدامش، وراه ما غنسكتوش عليه. يعني على هذا الحجم ديال هذا الما دابا خصو يعني 4 القناط بحال هذو ولا 5 في هذا الحجم ديال هذا. هما غادي يعرفوا. يعني المهم ربي بين لهم، ربي بين لهم سبحانه وتعالى بين لهم بان الخدمه ديالكم راه ما خداماش. هذا هو كشف المستور. تماما جات من عند الله سبحانه وتعالى. حنا واخا نضلوا نقولوا لكم راه ما غاتصمتوش لينا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو بين لكم يعني كيفاش لابد تخدموا. ورحم الله من عمل عملا واتقناه. انا بغينا غير نساعدكم بهذا الفيديو باش تشوفوا ان ربما كاع ما كاين توعد فيكم اللي يجي دابا كيدور بشي طوموبيل ولا شي حاجه وتيشوف وتيهندز وكيقيد النقاط، النقاط اللي خصو يخدم عليها ربما ما كاين توعد فيهم كاع تقريبا. نتمنوا نكونوا غالطين. والسلام عليكم. اليوم تاريخ اليوم 28/11/2014. اليوم 28/11/2014 من اغبالو بزو اقليم ازيلال. والطريق راه مقطوعه من الصباح، من 9 الطريق راه مقطوعه من 8 الصباح ولحد الساعه، وما غادي مازال غادي تستمر 24 ولا 48 ساعه. يلا اعانكم الله. السلام عليكم ورحمه الله.